أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، أعزائي المستمعين، أنا وأنتم على موعد مع برنامجنا اليومي اسأل سؤال وجاوب جواب. في حلقتنا التانية النهاردة هنتكلم عن السمك. طبعا كلنا بنحب السمك وبنموت في السمك وطعم السمك والفوسفور اللي في السمك، خاصة الإخوان المتزوجين هم عارفين فوائد السمك. وهنتكلم في البرنامج النهاردة وهنسأل سؤالنا الأول عن السمك. أنا بحب أوي السمك، بحب أوي. ومعنا أحد المتابعين هموت وأحد المشتركين سمع كلمة سمك وعاوز يبلبط معانا في البحيرة وعاوز نسأله السؤال الأول، ولو جاوبت معانا. هو أنا طلع ليف؟ أنا طلع ليف؟ أيوة. ومعانا السؤال الأول هنسأله عن السمك، وجاهز معانا؟ جاهز جاهز. طيب عرف المشاهدين على اسمك. إيه اسمي أحمد. طيب السؤال بيقول يا أحمد، ما هي أنواع السمك؟ سمك مشوي وسمك مقلي. سمك مشوي وسمك مقلي وسمك في الصينية وسمك في البطاطس وسمك بيبقى مفتوح كده سنجاري. سنجاري؟ اللي هو بيبقى فيه طماطم وحاجات حلوة. طبعا احمد انت جاوبت الاجابة، يعني جاوبت لنا اجابة معبرة عن بطنك. اصل انا جعان اوي، احب اوي السمك. السمك احب اوي، واحب واحب سمك اللي بيبقى فيه بطاطس ده وجميل وبيبقى حلو وسمك المقلي والسمك المسوي وبيبقى مفتوح ده حلو ده جميل جميل اوي. ماما بتعمله في البيت بس انا بقالي كتير اوي ما باكلوش، بقاليكي 4.5 سنين دلوقتي. انت منين يا احمد؟ انت منين؟ انا من اسكندريه بس بلعب في السعوديه. من اسكندريه وبيلعب في السعوديه. وقعت لوحدي. وبتاكل فراخ مقليه في السعوديه وبعدت عن السمك. ماما بقى مش موجوده دلوقتي، ما هي في مصر وانا لوحدي هنا بقى. وحشني قوي السمك ده. ممكن تطلع على الدمام؟ الدمام فيها سمك حلو قوي، سمك جميل قوي. بس انا ما بحبش اروح. طيب احنا هنسالك سؤال تاني، ولكن هعرفك اجابه السؤال الاولاني بس لما نعرف السؤال التاني اللي هو بيتكلم عن الخرائط وبيتكلم عن الجغرافيا. تعرف الدراسات؟ لا الجغرافيا دي ما اقولكش، هبهلك. الجغرافيا دي فظيع فظيع. طيب السؤال بيقول أين تقع مدينة الخرطوم؟ الخرطوم. الخرطوم في الجنينة. الخرطوم في الجنينة.